تهدرش، انت ما تهدرش. بديتهاش تشافها، بديتهاش تشافها، بديتهاش تشافها. بدو منا، بدو منا، بدو منا. ليش؟ السلام عليكم، انا سميتني السعدية من اكادير. عندي قصتي صعيبة واحد شوية، لاني ما عايشاش بحال الناس نورمال. عندي المس، كنعاني من المس. كيفاش كنتي كتعيشي في الاول؟ كنت عايشة بحالي بحال عباد الله. بقليت فين ما كنت، كنت في دبي، كنت في السعودية، كنت شقيت المغرب على قدو. ساريت يعني كنت عايشة عيشة رفاهية. كنت خدامة، كان عندي صالوني، عندي خدامة. إيوا تليت بهاد الحالة، وبقى عندي إلا الله لك تا حاجة، إلا الله سبحانه وتعالى. ما بقى والو، تا داري غتمشي تا هي منا، تا هي غتمشي ليا. يتصيفطوا ليا في البنكة أني خدا كريدي، يصيفطوا ليا في البنكة باغي يدوها ليا. في الأول كنتي خدامة عايشة بخير، وفاش الحمد لله. كيفاش كنتي في الأول؟ فاش يلاه في الأول بدا ليا بيدي ورجلي. بدات يدي كتقال، كنطيح بالقران. كتسمع القران كطيح. ولا الدعاء ولا شي حاجه فيها الحمد لله وهذا، وبديت كنطيح وكنطق. ولا ذكر شي واحد كنهضر بوحدي. بحال دابا الا ذكر شي واحد السحر ولا شي حاجه كنبدا ننطق. شي واحد الا كيهضر معايا وكيذكر لي شي حاجه عنده شي سحر ولا شي حاجه، كنبدا نذكر ليه اش عندك. كنبدا ننطق، كنقول ليها شنو عندك. صافي بديت كنبدا نقرا القران. كتقج، كنتخنق وكيخرجوا عينيا، ما كنقدرش نقرا القران. فاش كتقراه كطيح. كنطق، كنبدا نسمع ديك كلمات الله، كنبدا كيخرج داكشي اللي فيا. كنقرا انا بحال دابا شي ايه فيها الله، كينطق داكشي اللي فيا. تيقول ما تنحملش ديك الكلمه، ما كنحملش داكشي اللي كتقول، ما خصنيش نذكرو، لاني كنتقج وكيخرجوا عينيا بجوج مترو. صافي بديت كنعاني منه، يعني كنقول بعض الاحيان كنشوف القران قدامي تنقول هذا شكون اللي جابو عندي. انا كنجبدو راسي باش نقراه. صافي ملي كنشعل القران، كنشعل التليفون، كندير فيه اليوتيوب، كندير شي راقي هكا، وكنبدا كنزر راسي وما كنقدرش. صافي بدات يدي كترعد. بديت كنقرا القران بزز، وكنتصنت ليه بزز، ورغم المعاناه رغم كل شيء كنتصنت ليه بزز وتنقرا بزز. صافي بدا داكشي كيدخلني، بدا داكشي كيشدني شويه بشويه بشويه بشويه، حتى كيشدني، حتى شدني ملكني كامل الجسد ديالي، كلشي تملكت. الجسد ديالك كامل يدي في التعابين، رجلي كياكلوني الاصحار. يعني معذبه، ما كنجلسش انا بحالي بحال عباد الله، ولا نوقف. الا ما وقفتيني ما نوقفش، الا ما وكلتيني ما نوكل، الا ما شربني شي واحد ما نشربش. دبانه الا طرحت لي على وجهي ما نقدرش نشي عليها، ما غير الا نشي على شي واحد. ودرتي الرقيات ولا شي واحد شي فقيه شاف شنو عندك؟ كلشي الفقهاء تيتفقوا على ان عندي الجن. حتى واحد ما قدر يداول فيها، حتى واحد، لان كلشي كيبغي كيطلب. بزاف الفقهاء كيقول لك حنا كنخرجوا الجن كنحيدوا السحور. هذيك هضره، هذيك هضره وكلام. ما يقدروش. لا وانتي واش تخطيتي داك الشيء ولا شنو كان عندك؟ زعما تقول الناس حسيتو كيفاش عندك داك الصالون وهذا وداروا لك السحور؟ انا كنقرا ايات السحر، كنغوط فيهم. ايات العين كنغوط فيهم، ايات الحسد كنغوط فيهم. ملي كنسمع الايات الحسد كنغوط فيهم، كنقول وهذا الشيء اللي فيا كينطق كيقول ما كنحملها، ما كنحملك، ما كنحملك، ما كنحملك. و تيقول ما كنحمل لك، ما كنحمل ولادها، ما كنحمل ولادها. جراو لي على ولادي، يعني عشت حياة ما كنقدرش، شت حتى الشمل ديالي كلشي، وكنطلب الله سبحانه وتعالى تجمع شملي انا ولادي. كنطالب من المحسنين يساعدوني، ومن الرقاة يعاونوني نتفك من هذا الشيء اللي فيا. لا، الرقاة اللي متمكنين من الجن، الرقاة اللي متمكنين في الجن. اللي بغى يخرج منك، اللي بغى يخرج، داك اللي متمكن، اللي كيعرف راسو كيتمكن منه. قلتي دابا كتعاني بزاف في الحياه ديالك. كنعاني بزاف، ما عمرني جلست بحالي بحال عباد الله، ما عمرني كليت بحالي بحال الناس. يعني الحياه، انا راسي جالسه دابا معاك وراسي كيدور، ولدي كترعد، كل عظامي كنترعدوا.
قلتي الدار هنايا باقي تابعك فيك. تابعني الكريدي وصيفطوا لي الورقه قالوا لي غدخل المحكمه. الا ما خلصتش. الا ما خلصتش. كيتسالوني شي 6 مليون ولا هي 7 مليون. 6 مليون ولا 7 مليون. شنو غتقولي للمغاربه؟ كنطلب من اخوتي المغاربه يساعدوني ويعاونوني فاش نفك مشاكلي كلهم ونشوف الرقاط المتمكنين في هذا الجن. أن عندي هادشي اللي كينطق فيا كيقول عندي كاين شماروش وكاين عيشة البحرية وكاين شي 10 الجن. 10 اللي فيا. كيفاش كتعيشي انت وهاد 10 الجن فيك؟ واحد كيعذبني في جهة. كاين فاش مكنقدرش نوقف، كاين فاش كنوقف كيجرني شي حاجة اللور وكنطيح اللور. وراسي كيدور دابا راه كنسمعك شي حاجه فوق راسي كيجبل من فوق مخي هنايا كيجبل كيدوخني جالس يعني راسي ما كنقدرش نحركو بحال هكا. والماكله كتاكلي الماكله عادي ولا مسوس ولا؟ لا لا كناكل الماكله عاديه. انا ما كنبيش ليهم الطلبات ديالهم ولا الرغبات ديالهم. هما كيطلبوا منك شي لا ما كيطلبوش مني، هما بغاوني نخدم معاهم وانا ما بغاش داكشي نادي الناس ولا انا يعني ما بغاش نادي شي ديال الاسحار. يعني ما بغاش نادي حد وما بغاش ندير داك الشيء ما بيتوش. انا تقي الله. انت ماشي الزهريه؟ انا الزهريه. الزهريه واش داك الشيء علاش داروا لك؟ ها داك النهار كل يوم الناس النمره ديالك هذوك اللي بغا يساعدك اليوم غيتصل بك. 06 34 58 24 93 06 34 58 24 93. بغيت لا اللي بغيت يتفلى ما عندي ما ندير به، اللي بغيت يتفلى يجلس في دارهم. لأن كل واحد عنده مو عنده خوتو، اللي ما خرج من الدنيا بخرج من عقيبها، واللي ما عنده غادي يولدهم وغادي يكون عنده. كلمة أخيرة شاطبي. كلمة أخيرة كنشكر الصحافة ديال العبير، وكنطالب من خوتي المغاربه المحسنين ولا الرقاة المتمكنين في الجن يساعدوني الله يجازيهم بخير.